شيرين دي هنا مع والدها ووالدتها واختها ايمان، دي والدة شيرين كريمة، وده محمد شقيق شيرين عبد الوهاب، وكان اول ازواجها مدحت خميس موزع موسيقي، وبعد كده اتجوزت محمد مصطفى وخلفت منه مريم وهنا، ودي صور جميلة ليها مع بناتها مريم وهنا. وبعد كده اتجوزت حسام حبيب، ودي مع والده، دي الزوجة الأولى لحسام حبيب. شيرين قالت مع إسعاد يونس عندي شوية عفاريت في البيت حلوين ومصاحباهم، الحاجة تبقى قدام عيني حالا وفجأة مش موجودة، وأول ما ابتدي أرحب بيهم وأدلعهم ألاقي الحاجة وبسمع حاجات بتناديني وأقول حاضر جاي أهو، مش بروح لكن برد السلام ومش بخاف منهم. وتم تداول أنباء عن رجوع شيرين إلى حسام حبيب مرة أخرى، وهنشوف السبب بكرة، ويا ريت تنتسبوا للقناة وشكرا.